قال وزير الخارجيه سامح شكري ان الشركات النرويجيه مهتمه بزياده نشاطها في مصر نظرا لما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي. واضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النرويجي ان مصر تتطلع لزياده التعاون مع النرويج خاصه في اطار الطاقه الجديده والمتجدده والهيدروجين الاخضر وتحليات المياه. الشركات النرويجيه مهتمه بزياده تواجدها واستثماراتها في مصر تقديرا لما حققته مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي ووجود عوائد مجزية لهذه الشركات ونستفيد من خبرتها ومن قدراتها ومن أدائها في دعم المجالات ذات الأهمية بالنسبة لمصر خاصة في إطار الطاقة الجديدة المتجددة تحلية المياه وأيضا الطاقات الجديدة مثل الهيدروجين الاخضر